شال القلب مع القلب. والجمال المفتوح. ممكن حضرتك تقول لنا متى يجب اجراء جراحه القلب المفتوح؟ الحقيقه اجراء جراحه القلب المفتوح ده موضوع مهم جدا. اهم حاجه تصلب الشرايين وضيق الشرايين. لما ضيق الشرايين بيضيق في كذا شريان وفي اماكن يعني معينه زي الجذع الاساسي، بيفضل العين ده يعمل جراحه. فاول سبب لعمليات القلب المفتوح ان يحصل مشاكل في شرايين متقدمه، فده يستدعي ما ينفعش مع العلاج، ما ينفعش فيها الدعامات، فلازم العين ساعتها يعمل عمليه. الحاجه الثانيه في الصمامات، لما الصمامات يحصل لها ارتجاعات شديده جدا او ضيق شديد جدا، فالعين محتاج يغير الصمام، فده بيحتاج عمليه قلب مفتوح عشان تغيير الصمام. الحاجه الثالثه لما يكون العيان محتاج يركب اجهزه، يعمل زرع قلب بقى او حاجه، بس دي مش عندنا في مصر حقيقه، انما موجوده في الدول الاخرى. انما حاله القلب بس انا بتكلم بطريقه علميه يعني، انما حاله القلب ما تنفعش خالص، فبالتالي بيحصل عمليه زرع قلب. والحقيقه موجوده في بعض الدول الشقيقه زي السعوديه دلوقتي، يعني مش في اوروبا بس او في امريكا بس، انما هي اوريدي موجوده يعني. فدول ثلاث حاجات اساسيه اللي بسببها بنعمل جراحات القلب.